فيديو النهاردة مختلف جدا علشان هي فكرة جديدة. الفكرة كلها ان انا زي كل مرة بقلب في علي اكسبريس، موقع علي اكسبريس، الصراحة لقيت قوالب جديدة للريزن وقوالب مختلفة وافتكاسات وحاجات مطرقعة جدا. معرفش انتوا معايا ان احنا نجيبها ولا ما نجيبهاش. فانا قررت ان بدل ما استنى لسه يعني اختار واقعد شهر ونص ولا اقل او اكتر، يعني استنى الحاجة لغاية ما تيجي ونجربها مع بعض. قلت طب فكرة حلوة افرجكم على الحاجات حتى اعرف ارائكم، اشتري ايه وما اشتريش ايه، وهل انتم ممكن تجربوا ايه. عايزاكم تكتبوا لي ارائكم في الكومنتات، وان شاء الله الحاجة اللي انا هشتريها لما توصل اكيد طبعا هنجربها مع بعض. كمان الحاجات اللي انا هفرجكم عليها هحط لكم اللينكات بتاعتها تحت في الديسكريبشن بوكس اللي هو صندوق الوصف، عشان تقدروا تتواصلوا عن طريق اللينكات دي وتجيبوا المنتجات دي لو عجبتكم. وطبعا الناس اللي بتشتغل القوالب بنفسها او تعمل القوالب، فالفيديو دوت هيبقى حلو قوي ليكم، لان هتلاقوا افكار مطرقعه وحاجات اكيد هتخليكم تعملوا قوالب حلوه قوي ومطرقعه ومميزه. شايفين كل المجموعه اللي ظاهره قدامكم دي كلها مليانه حاجات مختلفه، و اما اظنش ان انتوا شفتوا القوالب دي قبل كده. وطبعا في بعض القوالب ممكن تكونوا شفتوها، فتعالوا نشوف مع بعض ايه القوالب والحاجات الغريبه اللي انا بقول لكم عليها دي. طبعا علي اكسبريس انا شرحت لكم عليه كتير قبل كده، وقلت لكم ازاي تشتروا منه وازاي تتواصلوا معاه وازاي تعملوا كل الحاجات دي. طبعا بالنسبه لمصر بيبقى فيه صعوبه شويه علشان الضرايب عليه، الجمارك سوري عليه عاليه شويه. بس لو عاوزين فيديو مخصوص ازاي نقدر نفتح بروفايل وحساب ونشتري من الاول خالص، فانا ممكن اعمله معاكم. خلاص تعالوا نبدأ بأول حاجة ونشوفها. شايفين يا جماعة الشجرة دي؟ طبعا انا هنا اوريدي فاتحة الاكونت بتاعي خلاص، وبدأت اعمل سيرش لغاية ما وصلت للحاجات دي. علشان تلاقوا الحاجات المميزة والمختلفة على علي اكسبريس لازم تلفوا كتير، هي مش كلمة بكتبها مثلا وبيطلع لي، لا خالص. انا بفضل ادور، ومن كل ما بلاقي حاجة بلاقي بعديها حاجات تانية. دي مثلا يعني هتطلع في الاخر زي شجرة العيلة، هوريكم الصورة بتاعتها. طبعا انتوا لما بتفتحوا حاجة زي دي بيبقى ظاهر لكم الصورة بمقاسات. بصوا ادي ده صورة المنتج اساسا بعد ما اتعمل، هيطلع معاكم الشكل دوت. مهم جدا ان انتوا تشوفوا مقاساته ايه، لان ممكن حاجة زي دي تطلع مثلا صغيرة. فبتشوفوا الصور اللي تحت دي بتوضح لكم مقاسات، احجام، انواع كده. شايفين دي المقاسات بتاعة الشجرة نفسها، بتاعة الصور، كل حاجة مكتوبة قدامكم علشان تقدروا تتخيلوا الحاجة. لان في ناس بتشتري وما بتشوفش الاحجام او المقاسات وبتتفاجئ ان القالب طلع صغير رغم ان صورته كبيرة. طبعا دي خدعة. فعشان كده مهم جدا لما تيجوا تشتروا حاجة من علي اكسبريس ان انتوا تبصوا على المقاسات اللي هم كاتبينها. هتلاقوا هنا كمان في كذا شكل تاني، يعني بصوا في شكل دوت، ده بقى للناس اللي عندهم كلاب يعني قطط وكده، وفي شكل الفراش دوت بس هما مش حاطين له صورة. خلاص تقدروا تختاروا الشكل اللي انتوا عاوزينه. برضو توضيح لبعض الناس، لان في ناس كتير بتسألني على حاجات كتير في الموضوع ده. ده السعر طبعا هو محطوط بالريال القطري، اوكي. انتوا تقدروا ان انتوا تغيروا اللغة بتاعتكم براحتكم. خلاص مكتوب كمان ان انا لو اشتريت 3 هاخد ديسكاونت 2%، وهنا ده السعر وهنا ده عليهم شحن. طبعا في يمكن 3/4 المنتجات اللي على علي اكسبريس اسعارها الشحن بتاعها بسيط او مفيش كمان، يعني في حاجات كتير فري شيبينج. وعاده لما الواحد يجي يشتري يفضل يدور يدور على نفس المنتج، هتلاقوا انه ممكن يكون في حد بيبيع نفس المنتج وكل حاجه بس فري شيبينج، اللي هو يعني الشحن مجانا. وطبعا ده انسب لكم. وفي حاجات تانية ان بيبقى سعرها عالي قوي، السعر نفسه عالي قوي بس الشحن بتاعها فري، بتساوي لو السعر بتاعها واطي وعليها شحن. فطبعا الموضوع ده لازم تحسبوه. ولازم نقطة تانية برضو وانتوا بتشتروا الحاجة، ان انتوا تبصوا على الكاستمر ريفيو. الكاستمر ريفيو هتلاقوهم هنا مثلا ممكن يبقوا كاتبين القالب بايظ، القالب مقطوع، القالب حلو. هنا هم كاتبين ان هو جميل بس صغير شوية. بصوا هتلاقوا بقى تقروا الكومنتات، الحاجة البياع اللي مكتوب عليه معلومات مش حلوة ابعدوا عنه خالص، ما حبكش ان انتوا تاخدوا منه. طبعا احنا هو شفنا المنتج ده، لو بصيتوا هنا على الجنب هتلاقوا اشكال كتير برضو مختلفة وغريبة قوي. يعني انا معرفش
ايه دوت؟ دي اشخاص هتعملوها كمان بتتركب فيها. كمان بصوا دي، نفتحها كده على جنب، شايفين دوت القالب ده برضو جميل قوي، ان هو كلمة لاف ومحطوط فيها براويز للصور، عجبني كمان حلو قوي. بس شايفين الشحن بتاعه، يعني لو تلاحظوا ان برضو الافكار اللي هي جديدة او القوالب المترقعة تحس ان الشحن بتاعها بيبقى عالي، يعني بيبقى فيه حاجات بشحن عالي الصراحة، وفي حاجات من غير شحن. تعالوا نتفرج مع، يعني نشوف شكل كمان. طبعا لو انتوا في البلاد اللي تقدروا تشوفوا حاجات علي اكسبريس فتقدروا، هتلاقوا عندي سلسلة كبيرة، يمكن عملت مثلا 18 فيديو ولا حاجة، منتجات انا كنت بشتريها من علي اكسبريس، صلصال حراري وريزن، وكنت بصورها لكم بعد ما بجيبها، بحط لكم اللينكات، وطبعا هحط لكم المرة دي برضو لينكات الحاجات دي للي حابب يجيبها. خلاص شايفين هنا الفتحات دي، والله شكلها جميل، بس الصراحة ما اعرفش في حد لسه بيستخدم الفتحات، يعني بتستخدم ولا ما بتستخدمش، يمكن ليها استخدامات معينة. فهو هنا القالب اللي انتوا بتشكلوا بيه الاشكال، وهنا كمان بيبيع لكم قطع الفتحة نفسها علشان تركبوها في القالب، فطبعا دي حاجة كمان جميلة قوي للي بيستخدم فتحة، او ممكن تستخدم كديكور على التلاجة مثلا. شايفين بقى القوارب، يعني احنا لما ننزل تحت، اولا مثلا تقدروا تدخلوا دوت مثلا هنا، ده اسم المحل بتاعهم، لو احنا دوسنا عليه وفتحناه هتلاقوا بقى افكار تانية. تعالوا نشوف كده مع بعض، هتلاقوا بقى عنده تعالوا نشوف كمان شكل تاني. تعالوا نشوف كمان قطع تانية من اللي احنا بنتفرج عليهم دول. شايفين الساعة دي شكلها مختلف، انا ماليش دعوة بمقاسها يا جماعة، لان الصراحة علي اكسبريس قبل كده جبت منه ساعة وطلعت صغيرة، بس ممكن نشوف مقاسها. هو هنا طبعا عندهم كمان العقارب بأشكال مختلفة، شايفين في هنا بقى أشكال عقارب مختلفة. وخدوا بالكم كمان لارتفاع الماتور اللي هي المسمار اللي بيبقى في النص اللي بيتركب فيه العقارب، زي ما وريتكم قبل كده وانا بعمل ساعة، ان انا كان عندي عالي وواطي، فالموضوع ده مهم. بصوا مقاس الساعة اهو 30 في 30، هاتوا بقى مسطرها واحسبوها هي عاملة ازاي، بس الشكل نفسه مختلف، شكل الساعة مختلف. عندهم بقى اشكال تانية، بصوا ان دي برضو ساعات مترقعة ممكن لأوض الأطفال، ساعة برضو بتاعت الشجرة دي غريبة قوي، بصوا ساعات أهو مختلفة. الساعة بتاعت رقم 9 دي حسيتها لذيذة، يعني حسيتها شكلها برضو لذيذ، بس بالنسبة لحجمها الصراحة مش عارفة. خلاص المهم ان ايه، في اشكال مختلفة، وزي ما قلت لكم تقدروا تدخلوا المحل بتاع كل منتج تشوفوه وتقلبوا فيه بقى وتشوفوا. ساعات بيبقى عندهم يا جماعه حاجات حلوه جدا جوه مش حاطينها بره، بصوا شكلها متسعه دي، هي غريبه يعني مش عارفه الصراحه، شكلها لفت نظري وانا بقلب الصراحه، بس هل انا هجيبها ولا لا؟ انا مش هجيبها يعني. انا عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات ايه في الحاجات كلها اللي انا هوريها لكم ممكن تجيبوه او تحسوا ان هو حلو وتنصحوني مثلا ان انا اجيبه. بصوا دي كمان، استنى نشوف لها تلوين حلو، هي التلوين مش حلو، يعني يمكن لو كانوا خلوا الارقام لون والفروع نفسها لون كان ممكن تبقى الطف.
بصوا بقى، فيه هنا أشكال وحاجات كتير. تعالوا نرجع تاني للقطع اللي احنا بنتفرج عليها، وفي ساعة كمان على شكل سمكة، وشايفين فيه هنا أزايز بيرفيوم بالرشاشة بتاعة البيرفيوم كمان. فصراحة موقع علي اكسبريس ده عليه كمية قوالب يا جماعة، تحفة. بس عايز فلوس بقى، عايز حد فاضي كده مع فلوس ويدفع. بصوا كمان، عارفين التوكة دي؟ طبعا كل البنات هتبقى عارفة التوكة دي، التوكة التيك توك دي. كمان بتقدري تعمليها من الرزم، من القالب، وكمان حاطين لك بيبيعوا كمان التوكة نفسها، فانتي بتعملي قطعة من الرزم تركبيها على التوكة، فطبعا دي كمان حلوة. دي بصوا بقى فري شيبينج، بس طبعا احنا بنتكلم لقطر، هتختلف طبعا من بلد لبلد موضوع الشحن. خلاص، شايفين طبعا اشكال القالب، بس انا هطلع لكم فوق شوية اشكال القالب. بصوا الاشكال مختلفة ازاي، ممكن تدخلوا فيها صور، جليتر، ورد، ممكن تعمل منها حاجات كتير قوي. كمان القالب ده حلو الصراحة. بصوا بقى القالب دوت، يعني زي مبخرة كده، يعني غريب، شكله غريب. بس ده نزل بقاله فترة، يعني انا صراحة لما قررت ان انا اعمل لكم فيديو ده، فقلت ادور لكم على كام حاجة اللي هي مختلفة ومميزة، بحيث ان اللي حابب يعمل حاجة يجرب. فصراحة القالب دوت كان من زمان نازل، يعني من فترة نازل، بس انا برضو ما جبتوش. بصوا بقى، يعني اكتر حاجة لاحظتها الفترة دي ان بقاله فترة علي اكسبريس عليه شماعات. صدقوا ان في قوالب ان احنا نعمل الشماعة. فكرة مطرقعة، يعني معرفش جت في دماغهم ازاي. شايفين دوت قالب ان انت تعملي شماعة العصافير دي، ولعلمكم ان دي حاجة زي دي ممكن تبقى كديكور. في قوالب شماعات تانية هوريها لكم. دي معمولة ان مثلا لو عروسة لسه بقى، عارفين العروسة بتجهز بيتها وبتجهز هدومها وكده، فلو محطوطة على الشماعة اسمها، فمثالي ان دي حاجة برضو ايه، لذيذة، رفاهية زيادة شوية، بس في ناس بتحبها يعني. فلو انتي تقدري تعملي لنفسك، فطبعا دي حاجة حلوة. طبعا بقى لو انتوا بتعملوا قوالب، فخلاص بقى هاتوا الشماعات واشتغلوا عليها قوالب، وتبقى فكرة حلوة. فأنا صراحة حسيت إن الشماعات دي فكرة حلوة. بصوا موضوع المسطرة، بس أنا الصراحة المسطرة دي برضو بقالها فترة، بس أنا ما جبتهاش. لو حد جاب قوالب المسطرة والحاجات دي، بكتبوا لي في الكومنتات عملتوا الأرقام وكده، موضوع سهل ولا لأ. هو تقريبا ان احنا مثلا نلون الارقام بعد ما يطلع القطعة بمثلا ابيض او حاجة، ونروح منظفين القطعة كلها من بره، فاللون الابيض اللي دخل في الحفر بتاعة الكتاب هيفضل. دي وجهة نظري او رأيي انا، علشان نعرف نظهر الارقام. فقولوا لي انتوا تجربتكم ايه، وهل جبتوها قبل كده ولا محدش جابها اساسا يعني. بصوا فيه بقى كذا شكل، وفيه كمان عارفين معرفش اسمها ايه، الستاند اللي احنا مثلا ممكن ترسموا وتبقوا حاطين ورقة بترسموا، او ورقة بتذاكروا عليها او كده. في طبعا عندهم برضو اشكال مختلفة. استنوا ننزل كده نشوف افكار تانية مختلفة تحت. في كل حاجة هتلاقوا تحتيها قوالب وحاجات تانية. ده مثلا قوالب المشطة، بس انا صراحة مش مع فكرة المشط بتاع الريزن. انا جبته مرة كده وجربته، بس يعني صراحة مضمنش تفاعل الريزن مع الشعر ايه، فهل هيضر الناس ولا هيبقى كويس. الصراحة ما رضيتش امشي في الموضوع ده. بص التوج دي كمان، طبعا دي بقالها فترة برضو ومعروفة. في توك كمان تاني هوريها لكم هتعجبكم. شايفين دي الشماعات اللي بقول لكم عليها، اتوقع ان انا فاتحه صوره ليها، فتعالوا نشوفها في الكبير احسن. دي للكالندر، ان انتوا تعملوا الكالندر بنفسكم وتركبوا عليها الورق. طبعا انتوا بقى هتطبعوا، سهل جدا تطبعوا الورق ده في حته وتخرموه. ممكن تعملوا عليه صور عيلتكم، يعني تحطوا الكالندر او التاريخ وجنبه صور للعيله بتاعتكم، فتبقى حاجه مميزه وحلوه جدا. فيها بقى القطع، فيها كل حاجة، كل اللوازم بتاعتها عشان تطلعيها مظبوطة موجودة. طبعا بصوا حاجة المحل برضو، حاجات كتير مختلفة. هو علي اكسبريس ده الصراحة لما الواحد بيفتح فيه بيفضل قاعد ما بيقومش، وعشان كده قلت استغل النقطة دي
واساعدكم تتفرجوا معايا. شايفين بقى التوكة دي؟ التوكة دي كمان هتبقى حلوة قوي بعد ما تشكلوها، تقدروا ان انتوا تحطوا القطعة فيها. بس طبعا بس انتوا طبعا هتقولوا هي ازاي هتتني؟ مش عارفة ايه القطعة دي. هي القطعة دي يمكن بيتنوا عليها، يعني انا مثلا لو تفكيري انا بعد ما هنطلعها من القالب هنعمل عليها مثلا بنحط ارجان شوية علشان تطرى، ونروح تانيينها على كوباية او تانيينها على حاجة ونركب لها مثلا سلوتيب زي ما عملنا مثلا في فنجان القهوة لو انتوا عارفين الفيديو دوت، وبعد ما تنشف هتبقى واخدة شكل الكيرف. بس القطعة اللي هما حاطينها دي هل هما بيثنوا عليها ولا ايه؟ تعالوا نشوف كده. هتلاقوا على علي اكسبريس كمان فيديوهات بيبقوا شارحين فيها ساعات، او على الاقل شارحين لكم المنتج بتاعهم ده بيطلع شكله ايه او عامل ازاي. تعالوا نشوف كده هما في الاخر هيثنوا عليها ولا ايه. ده حتى العصاية شايفين في القالب، العصاية دي انتوا هتطلعوها. تعالوا نمشي كده الفيديو شوية اهو، بصوا طلعوها الله شكلها جميل. بص ايوه شفتوا زي ما انا قلت لكم كده، عملوا عليها بالحط ارجان علشان تطرى وثنوها على القطعه دي. يبقى مهم برضو ان احنا يبقى معانا القطعه دي عشان اكيد هما هيبنوا عليها عشان زاويه معينه، ان احنا ما نتنيهاش قوي او ما نسيبهاش قوي. بس عادي ممكن تثنوها انتوا على اي حاجه شبه الموضوع. ليه؟ لان القطعه دي لوحدها بسعر، القطعه دي ب5 ريال و30 غير طبعا الشحن، والقالب دوت ب17 غير الشحن. يا جماعه شايفين شحن؟ غير بقى لو انتوا جبتوا الاثنين مع بعض فهيبقى افضل. بس زي ما قلت لكم ممكن تتنوها على اي حاجه عندكم، دي مش ازمه الصراحه. بس حلوه يعني القالب ده كمان جميل. تعالوا نشوف القالب اللي بعديه. القالب ده افتكاسه فظيعه، تصدقوا ان انتوا ممكن تعملوا قالب ريزن عشان تحطوا فيه البيض في الثلاجه؟ يعني وسعت منهم قوي الصراحه، انا مش متخيله ان انا ممكن اعمل ريزن عشان احطه في التلاجة اوقف فيه البيض، او حتى احطه مثلا منظر كده اوقف فيه البيض. يعني ما اقتنعتش. قولوا لي انتوا ايه رأيكم، هل ممكن تعملوا حاجة زي دي ولا لا؟ حاجة كمان بصوا بقى الشماعة دي شكل تاني خالص مختلفة. في القلب ده، يعني القلب ده مثلا ممكن يكون فيه الاسم، ممكن يكون فيه صورة، ممكن يكون فيه حرف اسم. بصوا هتلاقوا كمان الشوب دوت او المتجر ده عنده كذا شكل مختلف. في كمان الشكل ده، وعندهم هنا دي اتوقع اللي هي الصبانة. بس صراحة اشكال بتاعت الشماعات كتير واشكال مختلفة. انا عجبني القلب بس مش بحب الشكل دوت بتاع الشماعة، اللبس بيقع من عليه. يمكن لما بيبقى فيه فتحات زي كده بيبقى احسن اللبس تعرفوا تركبوه عليه. فممكن حاجة زي دي وتزودوا لها انتوا بقى قلب من عندكم. بصوا لو شايفين في الجنب في زرار كيبورد، مش مقتنعة بيها الصراحة، يعني مش عارفة تبقى هتركب ازاي او هتشتغل ازاي. المهم ان انتوا تقدروا تلفوا. يعني بصوا المحل ده بقى منزل صور كتير وحاجات بقى، يعني عنده الوان وعنده جهاز الصنفرة وعنده بصوا عنده كل حاجة. عنده ورد، عنده حاجات كتير، وعامل طبعا ديسكونتات زي ما انتوا شايفين. شايفين يا جماعة اهي شماعات حاطين فيها ورد، عاملين فيها اشكال مختلفة. فالصراحة اللي عاوز يدلع يدلع يعني. فعجبتني فكرة الشماعات دي جديدة، وفجأة نزلت على علي اكسبريس كتير. بصوا بقى الطرقعة دي المشابك، يعني حتى المشابك
وبقت برزان، ما سابوش حاجة انها تبقى برزان، يعني مشابك، علبة البيض، يعني خير يا جماعة في ايه؟ بجد الناس اللي قاعدة بتعمل، بص حتى اهو القطعة اللي هي الحديد اللي جوه اللي انتوا هتركبوها في المشبك، طبعا بيبيعوها، ممكن تجيبوا حتى بقى لو خلصت اللي عندكم، جيبوا مشابك حقيقية وتفكوها بقى لو انتوا يعني ناويين. ده مثلا تعالوا نشوف القالب بتاعه كام، ب 2.45 نازل عليه ديسكاونت وعليه الشحن ده. طبعا برضو في ناس بتستغرب ان بيبقى مكتوب الاسعار كذا سعر، يعني مكتوب سعر وتيجي تختار بسعر تاني، لان يعني كل صورة بسعر مختلف. شايفين السعر بيتغير ازاي؟ كل صورة عليها سعر مختلف، دي حاجة لازم تاخدوا بالكم منها. يلا على الصورة اللي بعديها، بصوا ده شكل من اشكال الباظات، يعني غريب غريب برضو، بس يعني الدنيا أذواق، وفي ناس بتحب الحاجات دي، او ممكن تبقى حاجة سيمبل قوي ومحطوطة مع ستايل بيت معين مودرن كده، ممكن تدي شكل حلو، وممكن تتلون بطريقة تانية خالص، تدي شكل حلو للديكور. تعالوا نبص على الافكار اللي هم عاملينها اساسا. بصوا شكل القلب، ففي اشكال مختلفة حلوة برضو، دي ممكن يعني الواحد يفكر فيها شوية. بص حتى الحمرة دي حلوة لعلمكم، والدي كمان حلو. تعالوا نشوف بقى اللي بعديها. عارفين اللوحة اللي هي بتبقى محطوط اللي هي please don't disturb وكده، حلو، عجبتني الفكرة دي كمان، حسيتها حلوة، بس يمكن بقى ما كانوش عاوزين يبقوا كاتبين عليها، يعني افرضوا انا عايزه اعملها بس احط عليها صور ولا حاجه، الكتابه دي هتبقى رخمه، بس ممكن احنا نشتغل على ظهرها، يعني ممكن يبقى ظهرها عليه ورد او عليه جليتر او عليه الرسمه اللي احنا عاوزينها، والناحيه دي مكتوب الكلام، فمش ازمه، يعني اللي عايز حاجه هيقدر يعملها. شايفين بقى الشماعات دي، شماعات اللي هي عارفين بتاعت الطرح وبتاعت الكرافتات اللي هي بيبقى فيها خروم كتير، كمان دي حلوه. بصوا بقى المتجر ده عنده اشكال شماعات كتير مختلفه، يا ترى الشماعات بتاخد ريزن كتير ولا لا؟ الصراحه مش عارفه. بصوا حتى الشماعه دي ومعاها الدوريات بتاعتها، بس مش عارفه مش راضيه تظهر ليه. المهم بصوا اشكال كتير اهي مختلفه، تعالوا نشوف اللي بعد كده. لا هنا مفيش حاجة. شايفين يا جماعة اللي هي اللي بتمسك الموبايل، تقدروا تمسكوا موبايل منها من ورا، تقدروا تعملوا منها اشكال مختلفة، وكمان يعني بصوا القالب بيطلع لكم الستاند بتاع الموبايل، الستاند دوت كذا مرة والله افكر اجيبه بس ما جبتوش خالص. اللي جاب الستاند قولوا لي حلو يعني نجيبه ونجرب وكده، ولا ملهوش لازمة قوي. كمان القطعة دي اهي باشكال يعني بكذا واحدة، تقدروا بقى تعملوها. وكمان بتتباع لوحدها، بصوا اهي انتوا بتشتغلوا القطع بتاعتكم وبتلزقوها فيها وبتتركب في الموبايل عادي جدا زي الصورة دي. شايفين اهي، ثواني، ظاهرة ازاي؟ شايفين من ورا. طيب تعالوا نشوف بقى الصورة اللي بعديها، قربنا نخلص يا جماعة متزهقوش. دي بازلز للأطفال عشان تجمع، بصوا الأشكال دي صراحة برضو فكرة حلوة للأطفال تبقى جميلة. هنشوف اللي بعديها، ده القالب المعروف وبقاله فترة بتاع القلم، بس انا الصراحة مرضتش اجيبه لان القلم ده هينشف يا جماعة، هو فين غطى القلم؟ هو مفيش غطى للقلم، هنعمل غطى القلم ازاي او فين غطى القلم؟ فالصراحة عشان كده انا ما جبتوش. يا ريت اي حد جاب القالب بتاع القلم دوت اكتبوا لي في الكومنتات تجربتكم معاه، هل حلو ولا لا، القلم عملي ولا مش عملي، بتعملوا ايه بقى في فكرة ان القلم هينشف؟ حاجة زي دي صراحة مهمة، يعني احنا لما نبيع القلم دوت هنقول للناس ايه، هيحافظوا عليه ازاي يعني. الا ان هو بيبقى فيه مثلا علبة وبيتغرس فيها القلم، عارفين الموضوع ده ممكن.
بصوا برضو في اشكال كتير. دي الكوبايات اللي انا بشتغل بيها ايه، للناس برضو اللي حابة تعرف، يعني في اشكال كتير. حابة اعرفكم ان انا ان شاء الله هحطلكم لينكات المنتجات دي كلها ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس، اللي حابب يدخل يشوف حاجة يقدر يوصل لها تشتروها. وهستنى رأيكم ايه افضل حاجات، او رأيكم اجيب ايه مثلا نجربه مع بعض. الشماعات اهي، بصوا كمان دي غريبة قوي، بس دي ما فيش منها غير الـ A والـ M والـ B والـ C. دي حصالة بتتعمل، اللي انا فهمته انها على قطعتين، القطعة الاولانية بيبقى فيها الفتحة دي، والقطعة الورق اللي هي بارزة، وبتحطي فيها بقى فلوس، تحطي فيها اللي انت عاوزاه، يعني فكرة برضو. بس المهم ان هي ايه الاربع حروف دي بس. شايفين دي كمان يا جماعة؟ لو عايزين جزء تاني من الفيديو ده تبقولوا لي، وانا ان شاء الله اظبطكم في حاجات حلوه. شايفين دوت لاكباس النور؟ حلو جدا، انا ده عجبني، يعني ممكن الواحد يعمله لبيته بقى. لاكباس النور يبقى اشكالهم مميزه. تخيلوا ان انتوا لو مثلا عاملين فيها ورد، او عاملين فيها ستايل لايق مع الديكور اللي انتوا عاملينه في الاوضه او في المكان، او حتى لو اوض ولادكم وعاملين فيها كرتون زي اللي في الحيطان، تبقى شكلها حلو جدا. دي برضو فكرة. وتعالوا نشوف اخر واحدة. اخر واحدة هي فواصل او بوك ماركس عليها تكتشر معين زي ما انتوا شايفين كده، وهيدي معانا شكل حلو اتوقع. انا معرفش ومجربتوش، وعايزة اجرب ان شاء الله. ناوية ان انا اشوف الحاجات اللي انا وريتها لكم دي واختار منها حاجة، ونستناها يا رب لغاية ما توصل ان شاء الله عشان نجربها مع بعض. فكرة فيديو مطرقعة، بس انا متخيله ان انتوا استمتعتوا بوقتكم، ومتخيله ان انتوا جالكم افكار، وبالذات الناس اللي بتشتغل القوالب اكيد جالهم افكار وهيقوموا يعملوا قوالب تحفه وحلوه جدا. والناس اللي تقدر تشتري بتنزلوا تحت في الديسكريبشن بوكس او صندوق الوصف، خدوا اللينكات وتروحوا اشتروا الحاجات، واكتبوا لي في الكومنتات انتوا ممكن تشتروا ايه ورايكم انا اجرب ايه، ونجربه مع بعض ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو دوت اكتبوا لي ان انتوا عاوزين منه جزء تاني، وانا ان شاء الله مش هتاخر عليكم ابدا. وكل سنه وانتم طيبين عشان العيد قرب، وعيد سعيد عليكم وعلى اسركم يا رب. استنوا فيديو جديد. سلام عليكم. تعالوا نشوف الشوب بتاعه او المحل بتاعه. هتلاقوا بصوا فيه اشكال حاجات تانية ممكن تكونوا انتوا ما شفتوهاش قبل كده على علي اكسبريس وانتوا بتقلبوا، لان انا عمري ما شفت دول. مثلا هو I love dad و I love mom و best dad و best mom، انا ما شفتهمش قبل كده. هتلاقوا بقى اشكال لحلقان، هتلاقوا اشكال لافكار، حاجات كتير مختلفة. شايفين برضو ايه الحاجة دي؟ فاميلي، ونازل منها دلاديل كده، مكتوب هيبقى مكتوب عليها اسامي. هي في الاخر كل واحد بيعمل بقى ايه افكار مترقعة وقوالب. انا الصراحة حسيت ان انا يمكن طبعا ما اشتريش كل ده، انا اشتري مثلا حاجة او حاجتين احس ان هما ممكن يبقوا كويسين بالنسبة لي، او حتى انا استخدمهم ليا يعني. بس الصراحة حسيت ان في حاجات مترقعة وحلوة قوي ممكن تعجب ناس تانية غيري، فعشان كده قررت ان احنا نتفرج مع بعض وشارككم. وعلى فكرة لو عجبكم الموضوع دوت اكتبوا لي في الكومنتات ان انتوا عاوزين دايما فيديوهات افرجكم على الحاجات الجديدة او الحاجات المترقعة في علي اكسبريس، وانا دايما القط لكم اجمع لكم كده القوالب والحاجات الجديدة، عشان حتى الناس اللي بتشتغل القوالب بنفسها وبتبيعها هيبقى فكرة حلوة جدا ان انتوا تاخدوا الافكار تطبقوا، انتوا تعملوا حاجة مميزة اكتر واكتر. طبعا بصوا بقى في اشكال كتير، وطبعا بقى لو قعدتوا تفتحوا في الحاجات دي هتطلعوا اكتر. خلاص تعالوا نرجع للحاجات بتاعتنا تاني. دي مثلا اباجورة، بصوا هوريها لكم عشان تعرفوا عاملة ازاي. استنوا، دي اباجورة بتعملوا القطعة دي بنفسكم بالريزن، وفي قطعة كده نور بتحطوها. مش عارفة الفيديو هيشتغل وانا بسجل ولا لا، انا صراحة اول مرة اسجل من السكرين بتاعة اللابتوب، بس حسيتها فكرة حلوة ان انا قبل كده صورت لكم من الموبايل واللابتوب كان طبيعي. شايفين هو هنا ايه اتشكلت؟ شايفين بقى القطعة اللي موجودة البيضة دي صراحة لذيذة، بس يعني حاسة ان السعر بتاعها عالي.
السعر بتاعها عالي يعني. بص لو بصيتوا هنا هتلاقوا ان الخمس قطع 13 ريال و17 ريال، يعني احنا بنتكلم في 30 ونص. لو انتوا مثلا في مصر اضربوها بقى في 4.5 او 5، كمان 5 الا كمان، الريال تقريبا ب5 جنيه الا او حاجة كده. فحسيت ان سعرها عادي يعني، بس المهم ان هي فكرة جديدة وفكرة مترقعة برضو زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا في اشكال كتير.